نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. تناولت الجلسة الأولى من صالونا قضية العنف الأسري والأسباب وسبل المواجهة، كما تطرق الصالون الثقافي لقضية المؤسسات الثقافية وكيفية تعظيم الاستفادة منها. معاملة ممكن يكون عنف بعدم الاحترام، ممكن يكون عنف بعدم الانصياع. العراقيل اللي موجودة للثقافة ايه هي؟ انا يعني حاليا انا مش بنافس بشكل محلي، انا داخل جمهورية مصر العربية، انا حاليا بقيت بنافس بشكل دولي وعالمي، جاي ليا يعني تطورات ومتغيرات كثيرة جدا جدا مطلوب مني ان انا اواجهها او انخرط فيها. طيب هل هي مناسبة للمجتمع اللي انا فيه ولا لا؟ هل هي مناسبة لثقافتي ومش هتأثر على هويتي او لا؟ هو ده التحدي من اكبر التحديات، وهي مواكبة التغيرات اللي بتجيلي من كل العالم ومن كل المنافذ المفتوحة اللي بتدخل لي هنا كمواطن مصري داخل عزب ونجوع وقرى مش بس مقتصرة على مدن. صور الثقافة عندها القدرة على انتاج او ان هي تتعاون مع حرفيين في الحرف التراثية اقصد يعني، لكن ما عندهاش قانونها لا يسمح ببيع هذه الحرف، ببيع المنتجات يعني. أصول الثقافة في كمان بيوت ثقافة وفي مكتبات، المكتبات مش من حقها إن هي يعني يبقى عندها كتب جديدة، لأن القانون بيمنعها من إن هي باللفظ الحكومي اللي هو تكهين يعني، القانون بيمنعها من تكهين الكتب القديمة، فإذا فات سنتين أو ثلاثة على الكتب وأصبح في كتب جديدة عايز أدخلها ما أقدرش أطلع الكتب القديمة، هذه الأمور كلها لابد ان احنا قبل ما نتكلم عن ان قصور الثقافه فيها قصور، لان دايما يعني انا بحب اقول دايما ان قصور الثقافه اصبحت معبر عن قصور الثقافه. فيما يتعلق بفكره الوسائل الحديثه للاعلام وللثقافه، احنا محتاجين هنا نفرق بين حاجتين، بين انه في وسيله اضافيه بقت موجوده وده يساعدني ولازم استغله، لازم سواء في الثقافه، طبعا الثقافه والاعلام في ارتباط دائم يعني، دي حاجه مش عمرها ما هتتفك يعني. فالوسائل الإضافية التكنولوجية دي تفيدني إن أنا أوصل لناس بشكل مختلف عن الوسائل التقليدية اللي أنا بوصل، يعني مثلا أصول الثقافة هتبقى بكامل طاقتها شغالة بكامل طاقتها، بس أنا برضو عايز أوصل بالمنتج ده لناس وهي على الموبايل مفيش مشكلة، بس أشغل قصور الثقافة بكامل طاقتها الأول علشان تبقى موجودة وبتعمل دورها، وبعد كده أوصل لناس تانية بقى من خلال أو أوصل بشكل أكبر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا الحديثة. لو أنت مربي الناس الشباب اللي طالعين جديد على فكرة احترام حقوق الملكية الفكرية وحاطط رادع قوي لأي حد يخالف ده، هو هيطلع متأسس صح، هيطلع عارف يعني ده لا هنا خط أحمر، هنا لا، لما أنا ما ينفعش تعدى على حقوق غيري، الموضوع مش سهل كده، الموضوع ليه حساب. وزي ما سمعت امبارح برضو كان اتكلم السيد رئيس الجلسة اتكلم عن ان في قانون بيعد مؤخرا يعني، اتمنى ان يكون في الرادع اللي يقفل الباب ده نهائي، لانه فعلا مشكلة من اكبر المشاكل موضوع الملكية الفكرية.